بيني وبينك يا شيخ بلال. تفضل. الله يزيد فضلك. مرات آخر ما هو حق بموضوع قصة الجيزات من أولها لآخرها. قلتها؟ إلا كان شنو إذا بننتظر أخوك أبو طالب؟ بجوز ما تم لا بشهرين ولا بثلاثة. بصراحة أبو طالب ما له حق ما يبلغنا بغيابه. ما هيك أمين، ما هيك، مو معقول يتركنا طوال النهار لا شغلي ولا عملة وهو لا همه لا زعامي ولا غيره. على كل حال يا أبو عدنان بدنا نعذره. أي معلشي، منشان هيك لازم نرتب مع مراد آغا ننتهي من هالموضوع. على بركة الله. لا إله إلا الله. يا الله. تفضل. طالب أهلاً. تقبرني، وينك لهلا؟ كنت بالمالكاني. خير؟ أنت بالمالكاني والناس عم ندور عليك. خير؟ إجوا العضوات والمختار والشيخ بلال إجوا سألوا عنك. بسيطة بسيطة، هلا بروح شوفه. طمنيني مريم، شو أخبارها؟ قولي على قامتي عليها، تعبانة تعبانة. فوت فوت لجوا منحكي. لا إله إلا الله. يا أبو العباس! هاي أبو العباس! يا أبو العباس! أبو العباس! شو في أنت وياه؟ المعزة كلها معي. شو؟ مثل ما عمل لك. خير شو في يا جماعة؟ يا سيدي أنا بخدمتكم ومن إيدكم هي لإيدكم هي، شو بدكم أنا جاهز. الله يبارك فيك. نحن منعرف إنك قديش يمين، لذلك قلت لحالي بيجي أنا وأخ الشيخ بلال ومنقل لك إنه نحن معك. كلنا مع بعضنا البعض يا جماعة لخدمة عيالنا وأهالينا وحريمنا وحاراتنا. الله يديمك ويعطيك الصحة. وهلأ أحكولي يا جماعة، شو المطلوب مني بالخطوة الأولى وأنا خدام شواربكم؟ الخطوة الأولى إبلاغ الناس وتحديد العرايس. عظيم. من بكرة منخلي حريمنا يفتلوا على بيوت الحارة ويبلغوهن يخطبوا من العائلات يلي بيرغبوا فيها. ونحن منقلهم إنه تكاليف العرس ولبس الرجال والنسوان رح يقدمها مراد آغا هدية. تكرم عيونكم، غالين والطلب رخيص، غيره؟ خلص انتهينا يا آغا. يبقى علينا تحديد العرس. يا سيدي حددوا انتو. خلينا نترك تحديد العرس لحتى نبلغ الناس. كمان منيح. بس ما بدنا نمطبطها يا اخوانها. انا من جهتي يا جماعة اسبوع زمان بيكون كل شيء جاهز. عال كتير منيح. بس عدم المؤاخذة يا جماعة، في عندي مقترح صغير. اتفضل. قصدي يعني شو رأيكم نعمل عرس جماعي لكل العرسان ونبزخ عليه بالطول والعرض، وهيك يا جماعة بيصير عرس ما صار بالشام كلياتها. لك يحرز دينك على الفكرة يلي ما حصلت بالتاريخ كله. وهيك أقل تكلفة وأقل بكاء. مو المهم التكلفة يا شيخ، المهم نكون سباقين بهيك فكرة. تكلنا على الله. لا إله إلا الله ونعم الاتكال. ما وضح لي مراد انه في موال براسه وانه بده يعمل عرس جماعي مثل ما عم بيقول. من بعد اذنك ابو العباس، هذا ابو حنا من ساعه اللي شفته ما حبيته، مدري شو عامل للطرش. سكر تمك يا ولاد، ابو حنا تاجر ابا عن جد سمعته مثل المسك. طيب أبو ضاي، ممكن العلف يكون فيه شي كاين. ايه والعلف من عند أبو حنة. خلصنا بقى، قلنا لكم الزلمة سمعته مثل المسك. أصبح القصة بالمي أبو ضاي، المي فيها شي. شو بده يكون فيه بالمي؟ أبو ضاي المي قبل ما تجي لعنا بتمرق أراضي كتير، جائز تكون مرأة في أرض فيها عشوة مسمومة. على هالحالة كان الخيل والطرش كله نسم، وكنا سمعنا من الناس القصة. أصبح الطرش مسموم عنا هون بالمالكاني، ما في غير هيك. شو هالحكي لك حسن؟ مين هاد اللي رح يتجرأ ويسمم طرش المعلم حمزة ونحن هون بالمالكاني وفينا نفس عم يطلع وعم ينزل؟ يلا خلصنا بقى، القصة مو قصة سم، وبتسكرولي على السيرة نهائية، ما بدي حدا يضرب اللي صار هون، علم؟ يا عزيزة شو صار معك يا عزيزة؟ يلا يا عمي تكي وراجعة. يلا يا بنتي، تأخذنا على الرجال عم يستنانا. عزيزة يا رب يا رب يا رب يا
زين هذا الكيس. يا رب قول يا رب. يا زميل في خير الله. الله يعينك منيحه. زين زين هات كمان تعال. يا سيد ابو ايش عم تعمل؟ عم يتحرك. يا رب اغفر لك. وين ابو العز؟ والله ما شفته. ما بنعرف الله يعافيك. خذوا كشوري يا سيح. يلا امرق عم يتحرك. ابو العز ابو العز يا ابو العز ما لقينا حدا عمي متحا. ما في حدا بالدار عمي متحا. فوتوا شوفوه اذا نايم فيوه على السريع. يلا قشوا لي من تحت الارض. يا ستي صار كل شيء مثل ما بدي ومثل ما كنت مخطط وبطلب رسمي منهم مو مني انا. سمعت الحديث كله يا اخ عظيم. طالما سمعتيه معناتها من بكره بتنفذيه بالحرف الواحد. تكرم عينك يا اخ. بس كنت عم اقول لحالي يعني ليش لتعمل عرس جماعي؟ اترك العالم تتجوز على كيفها. لأنه في براسي موال بدي غني. أخوينكم؟ والعز مانو مبين بالمكان كله يا عمي مدحت. شيف وين بدك تكون؟ والله سألت عليه الفلاحين يا عمي مدحت وقال من بعد صلاة الظهر مانو مبين بالمكان كله. وشلون بتركوا المكان بدون ما يخبرني؟ نبشنا عنه المكان وما لقيناه. وإذا بدك هي الفلاحين يسألون يا عمي مدحت. معقول يخالف أوامري هالكلب؟ الله أعلم عمي مدحت. يا ولو يا سواد ليلو هالكلب إذا كسر كلامي. سالك هالمعروف طول مو انا عايش يا ابو الهيبه. وحد الله يا رجل هذا واجبنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما بدي اوصيك يا عمي بام عزيزه. لا توصي حريصي يا بنتي. الله يوفقك تحط لنا ورد على ابرك التنين وخميس. تكرم عيونك يا بنتي. يلا يا بنتي ما بدنا نتاخر على الرجال. ايدك عمي ايدك. الله يرضى عليك يا بنتي ويسترك دنيا واخره. انا رايحه ودعني. الله يحرم الجنة يلي حرمكن بلادكن ومطارحكن ويرجينا في يوم أمر من الصبر وأسود من الليل. يلا 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 بخاطرك عمي. سلام عليكم. الله سلام عليكم. بأمان الله. افتح يا ابو العز. افتح يا ابو العز. Thank you.
بسيطة يا كلب، بسيطة يا حريمي. شرف عبد الشرف. لما راحت خالتي الحسان هو على نفس القعدة يا عمي محسن. مشان هيك إلا ما في غيرك تعرف شو وجعه شو عالته. وخالتي محسان حلفت وقالت ما بترجع. خلاص فهمت، تركونا. شو حمزة، عجبك وضعك هيك؟ مطول وانت هيك؟ لتكون نسيت حالك؟ لك انت بطل، انت اللي حطيت راسك براس الحاكم العسكري. نسيت؟ اللي طلع الفرنساوي برات الشام هو ورفقاته، ما بيقعد قعدة النسوان هي اللي انت قاعدة. ولك انت ربيت بين الظلم والطين وكبرت وصار اسمك موال على لسان اهل الشام كلها. من أول عاصفة بتهر؟ لا لا يا أبو العباس، قوم يا بطل قوم. داري الهوى يا صاحبي أقوى من كل المراجل والبطولات. علي الحلال أقوى. تعبت محسين، لك روحي تعبت. علي الحلال ضايع وما عم بعرف شو عم بعمل. مغروم يا أبو العباس، مغروم. قسما بالله لو كانت بنته العنتر لجيب لك يا حليلة وقعد جنبك منيح. هي وين ابو العز ولك؟ ما بعرف يا سيدي، والله ما بعرف. بدك تحكي؟ ما بعرف يا سيدي. كذاب. مالي كذاب يا سيدي. كذاب وستين كذاب. مالي كذاب. كذاب وستين كذاب. مالي كذاب. بس تخدم ما بدك اعطيك لك يا سيدي. قالوا الحرامي حليف، قال اجاني الفرج. بدك تقر ولا بكمل عليك؟ بوس ايديك واجلك صدقني يا سيدي. يعني ما راح تقر؟ ما بعرف يا سيدي، ما بعرف. طيب شو علي؟ انا راح خليك تعرف تقر. هلا بدك تقر وين ابو العز ولا بشوهك وبخليك عبرة للبشر؟ يا سيدي والله والله. شو؟ صدقنا هيك. كاني شايف الباب مفتوح؟ صرخ لك صوت. يا أهل الدار، يا جماعة الخير، يا جماعة، شوفت عينك أبو العباس؟
عيب ما بصير تفوت. أبو العباس لا تؤاخذني إذا جعت جنابك يا أخا. شوفي عمي مدحت بلغني إنك تكون بالمالكاني هلأ يا أخا. شو صار؟ والله هذا اللي خبرت فيه بس يا أخا. روح استناني برا بأمر الأخا. مدحت موريا بتخليهم محبوسين هون لحتى يموتوا في طيس، ما حدا بيقدم لهم لا اكل ولا شرب، فهمت؟ فهمت يا اغا. مدحت بتخلوا الطير الطاير يقرب صوب زريبة المعزة. تأمر يا أغا. إياك ثم إياك حدا يقدم لهم أكل أو شرب. معيب يا أغا. خليهم يموتوا في طيس يلا على أبوه على أبو بنته. تأمر.
بري عليك انك قدرت تمسكهم قبل ما يطلعوا برات الشام، وظني بيقلي انه كان رايح لزحله حتى يفسد علينا ويبوح باسرارنا. وفهمك كفايه يا مدحت. فشر يا اغا فشر. اوعك اوعك يا مدحت، لانه رجلينا كلاتنا بالفلقه. لا توصي حريص يا اغا. والكلب يلي كان بدي يوصلهم لزحله شو صار فيه؟ صار عند باري. قبل ما انسى، بكره بتخلي ياسين او فضله يوصلوا عزميه لعنا على البيت. تأمر يا اغا. وهذا الخوان شو نعمل فيه؟ عم تسالني يا مدحت؟ منت يا اغا. ذبحوه وطمروه بسفال الملكانه. امرك. وبتكرم لي الشباب يلي ساعدوك بمسكوا لهالكلب ابو العز. ما توصي حريص، الشباب هلا قاعدين بالعزال وعم بياكلوا من خيرك يا اغا. خود بالك منيح ولا ترحم حدا بنوب، لاني هاليومين مشغول بامور الحارة. روح وريح حالك على الاخر. يلا خاطرك. مع السلامه. وانا الخبز والملح، ولك امنتك على بيتي وحطيتك بين رجالي، ولك بلعت كل نزالتك القديمه ولسه جاي تخوني وتقتلني مره ثانيه، ولك انت مين؟ مين انا؟ المقهور يا ابو العباس. انا اللي دمشي مع مين يجيب من لك؟ دم اخوك؟ مين اخوك ولا؟ اي اخي اللي قتلته وحرمت منه يا ابو العباس. ايه أخي اللي قتلته وحرمت أولاده منه. اسمع يا أبو العباس، أنا لا بعرف طلال ولا بعرف غيره. أنت زلمة قتلت أخي، وأنا سمعت بقصة طلال، سمعتك عم تقول لخالتك عنها، وقلت هي القصة الوحيدة اللي هتخليني عندك هون بالملكانة، وهي الحجة الوحيدة اللي قلت لك وآخذ بتالي. نحن جماعة فقر ومعترين أبو ضاي، لولا الفقر والعازي ما كنا رحنا عند الفرنساوي. لا والله، بس الفقر ذبحنا يا ابو ضاي، وبعركه من العركان جيت انت وقتلت اخي اللي مالي غيره. ومن يومها عهد الله ما نام الليل لاخذ بتار اخي وتار اولاده. وانا من وقت استشهد اخي اخذت عهد على نفسي احرق الاخضر واليابس تحت كل مين بيشد عيد الفرنساوي. واخوك كان مع الفرنساوي، وكان لازم تعرف منيح اللي بيخون أهله وناسه القبر أحق فيه. مسيك مسيك، إذا الخنجر بيطفي نارك وبيهدي قلبك حطه بنص صدري. بس اسمعني منيح، نحن لما قتلنا الفرنساوي طلعنا وحطينا ارواحنا على كفنا ومشينا وقلنا يا رب. تعرف ليش؟ لانه هاي الارض هي عرضنا وشرفنا وكرامتنا، واللي بيبيع عرضه وشرفه وكرامته يا حسن القبر اوجب فيه. واخوك باع الله يرحمه. نحن اولاد هالبلد ونحن اوجب ببعض، وبدنا نضل نحب بعض مثل قبل واكثر. ولا تقول غير الله يجيرنا من الجاي، والله لا يدوقنا اللي دقنا على ايدي الفرنساوي. عم تفهم علي؟ وإيدك يا ابو ضاي تسامحني، انا خنتك وخنت شهامتك وكرمك. وإيدك تسامحني. انت ما خنت شي يا ابن الناس، سعرك بسعر رجالي بتضل عندي هون مثلك مثلهم، واللي بيصير عليك بيصير علينا، والشي اللي صار بتطوي عليه نهائيا. ما بدي جنس مخلوق يعرف فيه. عم تفهم حسان؟ لا ابو ضاي، انت زلمه ذكرته معدل،
وأنا خايف في يوم يرجع فيه دم أخي جواتي. مسيخ خنجرك. ستار ما شفت مني يا أبو ضاي. الله معك. الله يحميك يا أبو ضاي. شي نافع ما رح تلاقيها. لقيتها يا ابي لقيتها. شو اللي لقيتها؟ رح شربك أطيب حليب مازي. حليب مازي؟ عدي يا بنتي عدي ارتاح عدي. كيفك يا نور الدين؟ أكيد تذكرتني ما؟ أهلين لمدخل. أهلين فيك. بعد زمان يا نور الدين البنواتي. صار عندك عز وجاه وبعده عندك نفس الهيبة نفس الطلة. أنا اللي كنت ناوي أشيلك على كفوف الراحات وأصبك جوات العين والروح. بترفضني بترفضني أنا بنت الحسب والنسب بتفضل علي بنت شرف شرشو. ايه شو علي بسيطة. ايه
الحقيقة أنا دريت بمصاب بنتكم مريم وزلت عليها كتير، إن شاء الله ما بتشوفوا شر. الله يبارك فيك يا لمعات خانم، وما بتشوفوا مكروه لا أنت ولا عيالكم. الله يسلمك يا رب. كيفك يا نور الدين؟ لمعات. ايه؟ لمعات؟ خليك قاعد يا نور الدين، قلت لك خليك قاعد. مرتفع صوتك هالايام يا لمعات. من يوم يومي صوتي مرفوع وعالي. شو بدك؟ جاي صفي حسابي معك. ما في بيناتنا حسابات يا لمعات. في وفي كتير كمان. أيوة، أنت كيف بتفوتي لعندي بلا أحم ولا دستور؟ خايف يا نور الدين؟ لا يا لمعات، أنا خايف عليك. لا تخاف، أنا من زمان عم رتب له الموعد. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت. احكي. جاي أقول لك قديشك قليل أصل وما حافظت على الخبز والملح. أنا ما بسمح لك. وأنا ما سألتك لحتى تسمح لي. شو في براسك؟ هيك هيك يا نور الدين تتركني وبتركض ورا نورية بنت أميمي؟ بنت الأميمي اللي عم تحكي عنها صارت مرت الزعيم نور الدين نواتي. ولك إذا بتتجوز رئيس الوزارة رح تضل نورية وبنت أميمي. شو بدك احكي؟ هيك هيك يا نور الدين، بيوم وليلة بدري أنك تجوزت يا قليل الأصل. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنك مو من توبي يا لمعات، مو من توبي. لكن بنت الأميمي من توبك. أنت بتعرفي إنه أهلك فوق، فوق كتير. وأنا أنا كنت بدي طلعك لفوق. بعرف يا لمعات، بس ما تجرأت. ليه ما قلت لي؟ ليش ما حكيتني؟ كنت فديتك بروحي. هذا اللي صار. وتركتني أنا أنحرق أيام وليالي بدون ما حدا يحس فيني؟ كل واحد بيلبس من توبه يا لمعات. لك لهلا لهلا غرقانة بالأسى والدموع لهلا. يا بنت الناس عيب، أنت صرتي على ذمة رجال ابن عالم وناس. ما عم تطلع مني يا نور الدين، ما عم تطلع مني. تطلع مني بحل واحد. كيف؟ اقتل مراد، اقتل مراد وروح حج أنا وياك على مكان ما حدا يعرفنا فيه. جنيتي؟ لك أنا من زمان جاني، من زمان جاني فيك. استغفر الله العلي العظيم. لك بدي إياك يا نور الدين، بدي إياك. اطلعي لبرا. شو؟ اطلعي لبرا. ما حذرت منه. لا تفضحي ذاتها من الناس، طلعي لبرا. هذا اللي رح يصير ورح افضحك. طلعي هيك بهالبساطة عم بتقلي طلعي لبرا؟ طلعي. رح اطلع. بس مو قبل ما سكتك كل العمر يا نورتي. Oh.
هو